البورصات العالمية في مسقط، لكنها ليست بأوراق تداولها أو سوقها المنظم، بل بخبرائها ومختصيها وصناع القرار الاقتصادي والمالي فيها، الذين جاءوا من 60 دولة على مستوى العالم من أجل مناقشة الأطر التكنولوجية الحديثة في السوق العالمية وتكنولوجيا تحليل البيانات ودورها في تحصين الاستثمار وجذب المستثمرين، وذلك من خلال أوراق عمل مؤتمر البورصات العالمي. المؤتمر كما شاهدتم الحضور الكبير الحقيقة من مختلف العالم، حوالي 60 دولة من مختلف الأقطار العالم حاضرين في هذا المؤتمر، من آسيا، من أوروبا، من أمريكا، من الدول العربية، وبالتالي هناك اهتمام كبير بهذا الحدث، ويغطي حقيقة الكثير من الفعاليات فيما يتعلق بصناعة الأوراق المالية. نحن سعيدين أنه هذا المؤتمر يعقد في عمان، مؤتمر عالمي ويحضر فيه الكثير من المسؤولين من دول مختلفة، يتعرفوا على كل ما هو متوفر من فرص استثمارية في عمان، بالإضافة إلى ذلك طبعا الفرص الموجودة في دول الخليج. مؤتمر البورصات العالمي الذي يشارك فيه 250 خبيرا اقتصاديا من مختلف دول العالم، وصف السلطنة ببيئة استثمارية واعدة، وإن بها تسهيلات مقدمة ممتازة ومركزا لوجستيا إقليميا ودوليا، وقد يجذب قطاع الاستثمار اللوجستي نحو 16 مليار دولار بحلول عام 2020. فيما يخص السلطنة، طبعا اليوم تعرفنا على فرص كثير للاستثمار، وما في شك أن الاستثمار وفرص الاستثمار في السلطنة فرص واعدة، وأيضا نحن في تنسيق كبير مع هيئة سوق المال وأيضا مع بورصة مسقط فيما يخص الباسبورتينج والجيوليستينج، وفيما يخص أيضا تبادل التدريب وفرص تبادل المنتجات المالية وتقنينها في دول الخليج. العرض المقدم عن ميناء دغم، هذا المشروع الرائع الممتاز الذي يعني نرى أن إن شاء الله سيعود بالنفع على عمان وعلى المنطقة بشكل عام. هو هنا هو يعني يعطي فرصة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ونقطة وصل بين آسيا وأفريقيا وكذلك أوروبا. فأرى أن هذا المشروع مشروع رائع، وتم تقديم عرض ممتاز وبالتفصيل عنه كذلك. الرؤساء التنفيذيون للبورصات العالمية ناقشوا في مسقط أوراق عملهم أداء وعمل البورصات وكيف يمكن أن تصبح أكثر جاذبية واستخداما، كما ناقشوا كيفية زيادة الاستثمار في البورصات الناشئة وصناعة الأوراق المالية في مجال التكنولوجيا. 250 مشاركا من الخبراء والمختصين وصناع القرار الاقتصادي والمالي من مختلف دول العالم يجتمعون هنا في مسقط لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تحسن التداول المالي والاقتصاديات، وذلك خلال مؤتمر البورصات العالمي الذي يستمر على مدى يومين. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط.